كيفاش كيف نجي السياق ديال الزيارات اللي تنعملوها للجامعات المغربيه. واليوم في هذه الجامعه من الجامعات الكبرى ديال المغرب الحمد لله، واللي التاطير ديال والتكوين ديال راس المال البشري اللي اليوم عنده واحد الغايه كبرى، وبالخصوص في هذه الناحيه هذه، وبالخصوص في هذه التطورات اللي كاينه في هذه السنين الاخيره اللي سيدنا الله ينصرو طلق الجهويه المتقدمه. وكيف كتشوفوا اليوم الجهه الاغو المتوسطيه اللي ولات عندها واحد المكانه كبيره. وهذه الزياره هي ايضا جايه في التفعيل ديال هذا المخطط الوطني الجديد بالنسبه للتعليم العالي والتكوين والبحث العلمي والابتكار. اللي بغيت ناكد عليه هو كيف ما شفت اليوم في كليه الحقوق وكليه والمدرسه العليا للتكنولوجيا، وغادي نشوفوا في الفيستي، يعني المدارس اللي كبار وقدام، والحمد لله كونوا الجيل، واحد الجيل يعني كبير بالنسبه للبلاد. وهذا الشيء كيفرح، لان كنشوفوا المركبات الجامعيه وكنشوفوا العيش في المركب الجامعي اشنو كيعطي واشنا هي الاهميه ديالو. وهذا هو التاكيد ديالنا، وهي بغينا يكونوا شباب ماشي غير يدخلوا للمدرج ويجلسوا في الطبله والسبوره، هو يكون عندهم واحد المركب اللي خصهم يتلاقاو فيه، ويكونوا الطالبات والطلبه ديال كليه الحقوق يتلاقاو مع مدارس المهندسين، يتلاقاو مع الاستقطاب المحدود باش تكون عندهم واحد العلاقه، ويكون عندهم حتى البرامج يعملوها مع بعضياتهم. بغيت نشكر جميع الاطر، الاساتذه الباحثين والاطر الاداريين والتقنيه، وكذلك رئيس الجامعه والعمداء والمديرين على هذه الحفاوه ديال الاستقبال، وشكرا. الزياره ديال السيد الوزير اللي كيزور بعض المرافق وبعض المؤسسات الجامعيه التابعه لجامعه عبد الملك السعدي في المركب ديال بوخالف. هذه الزياره اللي كتدخل في الاطار ديال التفقد ديال المؤسسات الجامعيه والدخول الجامعي، وبحيث كيف ما شفتي الدخول الجامعي في جامعه عبد الملك السعدي ولله الحمد يمر في ظروف حسنه، ظروف جيده. الانطلاقه ديال الدروس بدات في 12 شهر تنبير، وحاليا كاين تهيئ ديال الماستر والدكتوره من بعد. والسيد الوزير الزياره ديالو كيمكن له يشوف الامور كيفاش كدوز في الجامعه، ويمكن له كيفاش يمكن له يعاوننا اكثر باش يمكننا نكونوا في المستوى ديال الانتظارات ديال المواطنات والمواطنين، ديال الطلبه وديال الساكنه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه، وفي الانتظارات ديال صاحب الجلاله من اجل تكوين ديال الجيل القادر على تحمل المسؤوليه مستقبلا. وشكرا. لان هذه التحولات والتحديات اللي كاينه اليوم مرغوبه بكل التطور الجامعي، وهذا الشيء علاش كنأكد بان الجامعه هي جامعه مدى الحياه،
مجالات الحياه اللي كنكونوا كنقراو فيها كنتعلموا الحياه، ما كنتعلموش غير التكوينات والتخصصات والدروس. الدخول الجامعي كان عادي جدا، الى لاحظتوها كاين يعني الطلبه كيتبعوا الدروس ديالهم يعني عادي، ووجدنا لهم جميع يعني المرافق الضروريه باش تكون الدراسه ان شاء الله هذه السنه هذه في احسن ما يرام. كما كيعلموا يعني ان المدارس المهندسين كتطلب يعني واحد المجهود من لا من ناحيه ديال الدراسه لا من ناحيه ديال الاشغال التطبيقيه، والحمد لله يعني وجدنا مزيد من المسائل ومازلنا عاد كنشتغلوا على اساس ان باش نطوروا يعني يعني التكوين ديال المهندس. بين انا منكم المعطاء تقريرا مركزا حول الرساله التي اعددتها ضمن تخصص المهن القانونيه والقضائيه، والعنوان هو جدليه التفاعل بين حريه الاعلام واستقلال القضاء بالمغرب.